بالنسبة لخشونة الركبتين هنجيب بذر حب الرشاد مع كركم، بذر حب الرشاد مع كركم، ونطحنهم ونغليهم ونشرب منهم قبل الأكل بساعة كوباية بارد، يشرب بارد. كل المشروبات اللي بنقولها تشرب بارد، بعد ما نغليها نسيبها تبرد، نحطها في التلاجة ونشرب منها. مغلي بذور حب الرشاد مع الكركم من الحاجات الجميلة جدا للتخلص من خشونة الركبتين. الأفوكادو، في الأفوكادو فاكهة زي الكمثرى ولونها أخضر كده، بناخدها وبنعمل سلطة أفوكادو، نحط كل أنواع السلطة مع سلطة الأفوكادو، مهمة جدا. دهان الركبتين بزيت القرنفل وزيت الكافور وزيت الزنجبيل مع فازلين، وندف بيهم الركبتين، هيدينا نتائج هايلة وممتازة، وإن شاء الله نهنيكي بالشفاء.